في الحقيقة كمان من الحاجات اللطيفة قوي اللي موجودة السنة دي هو التحطيب الصعيدي، وهو من الفنون التراثية المصرية المنتشرة وليها تاريخ طويل قوي في صعيد مصر. الحقيقة الفن ده بيعبر عن جزء مهم قوي من التراث والهوية المصرية، عشان كده عروض هيئة قصور الثقافة في مهرجان العالمين هتستقبل السنة دي والأول مرة عروض التحطيب الصعيدي. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن العروض دي من الأستاذ محمد شحاتة، مدرب فرقة ملاوي للفنون الشعبية. يا مساء الفل عليك. مساء الخير يا فندم. احنا متعودين دايما ان احنا بنشوف يعني الفن ده فن مصري يمكن قديم شويه، هو القتال خليني اقول يعني بالعصيان تقريبا، وده يعني حاجه برضو تراثيه ومصريه جدا. احكي لنا عنها واحكي لنا عن تواجد في مهرجان العالمين هيكون عامل ازاي. وحضرتك الفرقه تابعه للهيئه العامه لقصور الثقافه، بتمثل التراث الشعبي لمحافظه المنيا صعيد مصر. طبعا التحطيب ده عندنا بتلاقيه مثلا في الافراح، بتلاقيه في اي احتفال عندنا، لازم التحطيب يبقى موجود، يعني حاجه رسميه معانا. فحضرتك احنا اول مره نشارك في مهرجان العالمين الحمد لله رب العالمين، بس يعني الحمد لله يعني حاولنا بقدر الامكان ان احنا نبسط الجمهور، وما كناش عارفين يعني ان هيبقى الجمهور بالطريقه دي، يعني الحمد لله رب العالمين كانت الناس تزايد 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 يعني. حلو قوي. طب احكي لي بقى يعني الرقصات الحلوه قوي دي بتبقى على موسيقى يا جماعه ايه يا فندم؟ يعني التحطيب الصعيدي او الرقصات دي بتبقى على موسيقى ايه؟ الموسيقى اللي بتستخدموها؟ على المزمار البلدي وعلى الربابه وعلى الكوله والناي. ده كل الالات الموسيقيه اللي مصاحبه لفرقه ملاوي، الطبل البلدي والطبله والدف. هل في اغاني معينه يعني بتبقى موجوده كمان في العروض؟ بتبقى الاغاني الفلكلوري، الفلكلور الخاص بفرقه بمحافظه المنيا. يعني كل الاغاني اللي فرقة ملاوي هو عباره عن ماخوذ عن فلكلور من محافظه المنيا. يعني هيئه قصور الثقافه في الحقيقه بتهتم قوي بالتراث المصري والحفاظ عليه. ايوه طبعا. احكي لنا اكتر. هي يعتبر الفئه الفنون الشعبيه ماشي للمحافظه على التراث، على الموروث الشعبي. ايوه. لسه التحطيب في الصعيد يعني منتشر بشكل كبير طبعا، صح؟ هو العنوان بتاع الصعيد. على فكره برضو رقصه التحطيب يعني بتاعت فرقه ملاوي اختارها السيد الوزير فاروق حسني سنه 2000، الرقصه اللي تمثل مصر في المحافل الدوليه، الرقصه القوميه لجمهوريه مصر تمثلها في المحافل الدوليه. من الحاجات اللطيفه قوي برضه يمكن احنا شايفينها دلوقتي على الشاشه وهي التنوره المصريه، يعني هي في الحقيقه ليها فلسفه كده التنوره دي، وهي جميله قوي لان فلسفتها يعني بتقول لك ان الحياه بتبتدي من نقطه وبتخلص عند نفس النقطه. فالجمال ده واحنا بنشوفه في مهرجان العالمين، احكي لي كده عن رايك فيه واهتمام المهرجان بالتراث المصري والحفاظ عليه. هو حضرتك الحمد لله رب العالمين، يعني احنا شفنا كنا حاطين في دماغنا ان الجمهور مش هيبقى يعني بالكم دوت. ماشي. اول ما اشتغلنا بالظبط، اول ما المزمار اشتغل وعزف، بصينا جينا يعني لقينا الناس هي بتتزايد علينا من كل الاتجاهات. بصينا جينا كميه جمهور يعني الحمد لله رب العالمين، والناس كانت متفاعله معانا مبسوطه جدا، واحنا كمان كنا مبسوطين ان الناس دي مبسوطه من شغلنا. احنا مبسوطين ان يعني التراث المصري الاصيل ده موجود في مهرجان العالمين بصراحه، يعني لازم نشوف يعني فرقه الانفوشه هي قدامنا دلوقتي على الشاشه، يعني انا بحب قوي التراث المصري الجميل ده ومبسوطه انه موجود. بنشكرك الاستاذ محمد شحاته، مدرب فرقه ملاوي للفنون الشعبيه.